يسأل يقول عن هل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ يقول أنا السائر جزء عيضة مطران حضرمي الجنسية، عند آخر يوم في الحج وهي النفرة طفنا طواف الحج وسعينا ورحنا من مكة إلى جدة والمدينة في نفس اليوم، عند خروجنا من مسجد الحرام ولا طفنا طواف الوداع، حيث معنا جميع الأخوة يقال يكفي عن طواف الوداع الذي هو طواف الإفاضة. طواف الإفاضة إذا أخره الإنسان إلى حين خروجه من مكة ثم طاف وسعى وخرج في الحال فإن ذلك يجزئه عن طواف الوداع، لأن طواف الوداع المقصود به أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت، وهذا حاصل بالطواف المستقل الذي هو طواف الوداع وبطواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج. ونظير ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر داخل المسجد أن يصلي ركعتين ونهاه أن يجلس حتى يصلي ركعتين، ومع ذلك إذا دخل والإمام في فريضة ودخل مع الإمام بنية هذه الفريضة سقطت عنه تحية المسجد، فهذا مثله إذا طاف طواف الإفاضة عند خروجه سقط عنه طواف الوداع، لأنه حصل المقصود بكون آخر عهده ببيت الطواف. هل طواف الإفاضة يغني عن طواف القدوم والوداع؟ نعم يغني عن طواف القدوم والوداع إذا جعله آخر شيء، لكن في هذه الحال لا نقول طواف قدوم، لأن طواف القدوم سقط بفعل المناسك الحج، ودليل سقوط طواف القدوم والاكتفاء بطواف الإفاضة حديث عروة بن المطرف رضي الله عنه حين وافى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الفجر في مزدلفة، وأخبره أنه قدم من طيء وأنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طواف القدوم ولا المبيت في منى ليلة طواف الإفاضة. قال العلماء إذا أخره عند السفر وطاف عند السفر أجزأه عن طواف الوداع. وهنا يبقى إشكال، هل يسعى للحج بعد طواف الإفاضة الذي جعله عند السفر، أو نقول يسعى أولا ثم يطوف ثانيا؟ نقول كل هذا جائز، إن سعى أولا ثم طاف فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من قال له في منى سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج، وإن طاف أولا ثم سعى ثانيا فلا حرج أيضا، لأن هذا السعي تابع للطواف فلا يضر الفصل بين الطواف والسفر في هذا السفر. نعم.